أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن سنتعرف وإياكم إلى مجموعة تضم أكثر من 145 عضوا من السعوديين ومختلف الجنسيات العربية وغير العربية من مختلف الأعمار. الغالب منهم محترفون في أعمالهم، لكن يجمعهم عشق قطع المسافات الطويلة على درجات نارية. تنضم المجموعة طبعا تضم عدة رحلات سنوية داخل المملكة وخارجها أيضا. إنها مجموعة ملاك هارلي الرياض. عن هذه المجموعة نستضيف مباشرة من استوديوهاتنا بالرياض رئيس مجموعة هارلي ديفيدسون الأستاذ عادل ملاوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل. يا هلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل. يا ريت في البداية هل بالإمكان تعطينا لمحة تاريخية مختصرة عن مجموعة هارلي ديفيدسون؟ طبعا، يعني في عندنا مجموعة هارلي ديفيدسون وفي مجموعة ملاك هارلي ديفيدسون. هارلي ديفيدسون اللي هي تعود للدراجة النارية بحد ذاتها اللي اسمها هارلي ديفيدسون، وهذه طبعا انشأت في عام 1903، والسنة بنحتفل بمرور 106 أعوام على إنشاء هارلي ديفيدسون. أما بالنسبة لمجموعة ملاك هارلي ديفيدسون وهم الأونرز أو ملاكين الدراجات النارية اللي هي هارلي ديفيدسون، وهذه المجموعة أنشأت في عام 1983، كانت بدأت ب 100,000 عضو تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2006 وصل العدد إلى 1,000,000 عضو، والآن طبعا ازددنا في حدود 1,200,000 في العام الحالي. أخ عادل، ما هو الهدف من هذه المجموعة، مجموعة هارلي؟ أهدافنا كثيرة، منها الخدمات الاجتماعية. طبعا كلنا احنا يجمعنا حب الهارلي ديفيدسون وركوب الدراجات النارية والسفر والترحال، بس بالنسبة لي المجموعة بحد ذاتها في مدينة معينة أو في منطقة معينة، احنا هدفنا أن نكون قدوة حسنة للشباب، أن نجمعهم معنا القيام بأعمال خيرية، أعمال اجتماعية في خدمة المجتمع. وطبعا احنا المجموعة برضو تحت مظلة اتحاد الدراجات والسيارات، السيارات والدراجات النارية تحت رعاية الشباب، فهي أيضا منظومة شرعية يعني، ولها خدمات اجتماعية كثيرة. بنشارك في كثير من الجمعيات الإنسانية، بنقوم برحلات، بنشارك في حملات مكافحة المخدرات، حملات توعية في الدفاع المدني، في حملات تبرع بالدم. فكل الأعضاء حقين المجموعة يعني بيجمعهم حب العمل الخيري للمجتمع. أخ عادل، يعني هناك فكرة أو اعتقاد لدى الكثير منا بأن مجموعة هارلي ديفيدسون يعني هن رجال مرفهون وليس لهم أعمال حتى، يعني ما رأيك، هل تؤكد هذه الفكرة أو هذا الاعتقاد أم تنفيها؟ لا طبعا، هذه فكرة مغلوطة. يعني كثير أو جميع أعضاء المجموعة في الرياض اللي تضم حاليا ما يزيد عن 400 شخص من جميع فئات المجتمع، فيوجد لدينا وكلهم موظفين على فكرة وليسوا مرفهين. يوجد لدينا المدرسين والعسكر سواء من الجنود أو الضباط، يوجد لدينا المهندسين، موظفين البنوك، رجال الأعمال، الأطباء، من جميع مختلف فئات المجتمع، وكلهم موظفين وبيعملوا بجد لأجل الحصول على الدراجة النارية. ففكرة أنه مرفهين هذه فكرة مغلوطة. من وين لك تيجي هالفكرة؟ يعني يمكن من ثمن الدراجة؟ طبعا بحكم انه سعر الدراجه عالي نوعا ما، يعني بنتكلم احنا في متوسط سعر الدراجه 80,000 ريال، طبعا هي تبدا من ال 40,000 ريال والى ما لا حدود، يعني بتوصل 150 في بعض الدراجات اللي تكون معدله او الكاستوم بايكس بيوصل سعرها 200,000 دولار، يعني فيما حدود 750,000 ريال. فسعر الدراجه ممكن يكون عالي شويه نوعا ما، فلذلك اخذت الفكره انه ملاكي دراجات هارلي من نوع المرفه نوعا ما. أخ عادل، يا ريت تخبرنا عن أنواع الدراجات اللي بتمارسوا عليها هذه الهواية. طبعا هارلي ديفيدسون كلها، احنا بحكم اننا ملاك هارلي ديفيدسون كلها هارلي ديفيدسون، بس هارلي ديفيدسون فيها رينج او نوعيات كثيره من الدراجات الناريه. فيها السبورتسر، فيها السوفت تيل، فيها الكروزر اللي للرحلات القصيره، وفي شغلات للرحلات الطويله اللي هي ما تسمى التورينج بايكس، يكون فيها شناط ومجهزه بمثبت سرعه وبجي بي اس وشغلات كثيره اللي تساعدك لقطع مسافات طويله جدا. فكلها من نوع هارلي ديفيدسون، بس في نوعيات او رينجز مختلفه من دراجات الهارلي ديفيدسون. استاذ عادل، يا ريت تحدثنا عن الخطوات المتبعه او الاجراءات والاليات اللي بتقوموا فعلا فيها لما بيكون في اجراء مثلا رحله خاصه.